السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. عاجل العرادة يوافق على خطة الحوثيين في مأرب، وإلى التفاصيل. وافق سلطان العرادة عضو المجلس الرئاسي اليوم الأحد على خطة صنعاء بشأن مأرب آخر معاقل الفصائل الموالية للتحالف شمال اليمن. أصدرت سلطة العرادة بيانا لها أكدت فيه موافقتها على قرار صنعاء فتح خط صنعاء البيضاء مدينة مأرب. وجاء القرار عقب ساعات على إعلان محافظ صنعاء في مأرب فتح الخط رسميا. وأفاد بيان العرادة بأن جميع الخطوط في مأرب من مناطقه مفتوحة، مستعرضا خطوة العرادة التي نفذها قبل فترة وجيزة وتتعلق بفتح خط مأرب فرض 2 حيث الخطوط الأمامية للقتال. هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها العرادة سلطته فتح الخط بعد سنوات من التسويف والمماطلة. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.